خلال هذا المعرض نربط الماضي بالحاضر. الفنانات السوريات قدموا أجمل اللوحات في هذا المعرض، فعمر هذه اللوحات يتراوح ما بين 50 إلى 20 سنة. فحضور هؤلاء الفنانات في هذه الظروف لمتابعة هذا المعرض في ظل قذائف الحقد التي تنهار على دمشق منذ أسبوع، إلا أن وزارة الثقافة مصممة ومتابعة لكل أنشطتها الثقافية، أيضا بتوجيه من السيد الوزير محمد الأحمد أن يعود عرض هذه اللوحات وإظهارها إلى الجمهور لكي يتعرف الجمهور على أهمية هذا المخزون الثقافي. معرض من مقتنيات مديرية الفنون الجميلة وزارة الثقافة، عاملين المعرض لفنانات من سوريا. انبسطنا كتير نحن أنه رجعنا استعدنا رؤية لوحاتنا، شفناهون بعد زمن، حسينا هيك بإحساس كتير حلو، في شيء غريب يعني أنه عمل إلنا زمان ما شفنا ورجعت جددت ذاكرتنا فيه. مشاركة كتير فاجأتنا أول شيء، لأنه هي مشاركة ما كنا منعرف فيها. بالعكس لما شفت المعرض وسويت المعرض والأعمال المعروضة فيه، فكتير انبسطت يعني من جوا، لأنه قدم لنا أعمال مقتنيات نحن من زمان كنا شاغلينها، والأعمال فنانين كبار نحن أصلا ما شايفينها، فصار عنا فرصة أنه نرجع نشوفها، يعني نرجع نتعرف على الأعمال الفنانات القدماء والفنانات الحديثين. هو نخبة من الأعمال بمستوى فني كتير كتير رائع.